السنة الأولى مطلع معدل 98، فعلى الأقل يعني على الأقل يبقى على 98، ولكن مفاجأة جت إنه هذا الطالب مني جت النتيجة مكتوب عليه غش. السبب غريب هو أنه الطالب استخدم قلم عليه كلمات أصلاً هي من الشركة. طبيعة هذه الكلمات ما نعرف إحنا شنو. تابع هذا الفيديو. السلام عليكم، أنا الطالب حسن حامد من محافظة الديوانية، طالب سادس علمي أحيائي، معيد سنتين بالثالث. ذيك السنة طلعت معدل 94، فما أهني أنه أنقبل طب عام اللي هو كان حلمي من الطفولة، شلون والدي الدكتور الله يرحمه اللي توفى وعافني عمره شهرين. فامتحنت هاي الامتحانات وماكو كل مشكلة، ومتأكد من نفسي انه اجيب الطبية ان شاء الله. فتفاجأت بنتيجتي انه هي غش. ما اسولف لكم على وضع امي والصدمة اللي عاشتها ووضعها الصحي اللي دهور من ذاك اليوم لحد هذا اليوم اللي صار لعشرة ايام، اللي هو انا بعد ما كنت املها الكبير واملها الوحيد انه اصير طبيب، وانا هاي فترة عشرة ايام صار لي ساكن بالتربية، قاعد بالتربية، بس اريد اعرف قضيتي. فرحت للاستاذ عقيل مدير تربية الديوانية، فهمت بقضيتي، ومشكور الرجال فهم قضيتي وساعدني وما قصر، وخاطب رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات قبل خمسة ايام. هذا القلم قدامكم ما بي يعني بكتابات ناعمة اللي هي موجودة اصلا من الشركة، يعني انا مستقبلي يضيع على مود قلم، وشلون أنا أقدر ألخص المواد اللي كلهن بهذا القلم؟ وشلون يعني ما هو هاي الكتابة موجودة أصلاً، هي موجودة أصلاً بالقلم، موجودة على الكرتونة مال القلم، وهذا نموذج من الأقلام اللي موجودة عندي، يعني موجودة باقي الأقلام كلهن مشابهات. وهاي وضع والدتي الصحي يعني كلش تعبان، يعني أنا خايف أخسر والدتي صراحة، خايف أخسر والدتي من بعد وفاة والدي، لأن وضعها الصحي كلش تعبان. أنا من خلال الفيديو أناشد رئيس الوزراء ووزير التربية ووكيل الوزير بالأخص، وكيل وزيرة التربية اللي رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، وكل الناس الخيرة اللي موجودة بالعراق، إنه أتمنى يوصل صوتي واللي راح يضيع مستقبلي أنا من وراء هذا القلم، يعني مظلوم أنا وأريد حقي.